في حكم بسنه مع ايقاف التنفيذ. قانون الاجراءات بيقول ايقاف التنفيذ ده بيبقى لمده 3 سنين ما لم ترتكب جريمه مماثله خلال ال3 سنين. طب في حال ارتكبت جريمه مماثله وخدت عقوبه اكتر من شهر يجوز تنفيذ العقوبه السابقه، وبالتالي اظن ان هيتم تقديم طلب لمعالي المستشار النائب العام بشان تنفيذ العقوبه اللي هي السنه. العقوبه الحاليه اللي المفروض 6 أشهر زائد في سنه موقوف تنفيذها بالحكم ده مع تقديم الطلب يتم تنفيذها. الاستاذ مرتضى صدر ضده 3 أحكام. 3 أحكام بعقوبات مقيده للحريه. حكمين سابقين، حكم بشهر وحكم بسنه، والحكم الاخير ده اللي ب6 أشهر. الحكمين الاولانيين هم في الاساس يمنعوا الاستاذ مرتضى من الترشح، لانهم من وجهه نظري حكمين مخلين بالشرف، لان هم متعلقين بجرائم تشهير وبجرائم سب وجرائم قصف وخطف اعراض، ودي جرائم عظيمه. يعني اذا كان الجريمه زي دي ما تبقاش مخله بالشرف، ايه الجريمه اللي تبقى مخله بالشرف؟ بالاضافه لكده ان في احكام كتيره ضد الاستاذ مرتضى مش بالحبس بغرامات. احنا كنا واخدين حكم بعزل وزوال صفه الاستاذ مرتضى، والحكم ده الوزاره ومديريه الشباب والرياضه نفذته، وبالتالي كان يجب الدعوه لعقد جمعيه عموميه عشان منصب الرئيس اصبح شاغر. طيب لاستكمال المده بتاعه الرئيس، السؤال هل كان يجوز لي الترشح في الدوره دي؟ قولا واحدا لا، مش عشان الحكم مخل بالشرف، لا، لان اذا كان انت اصلا خدت حكم بعزلك من الدوره دي التف على الحكم وانزل في انتخابات على نفس الدوره، يبقى حكم القضاء عبث. فبالتالي كان الحكم الصادر بالقضاء بعزله من الدورة دي حكم نهائي واجب النفاذ، لا يجيز لي انه يترشح مرة اخرى في الدورة دي. طب السؤال التاني، هو ينفع يترشح الدورة الجاية؟ لا طبعا. ليه؟ لان من شروط الترشح انه ما يكونش صادر ضده حكم مخل بالشرف والامان. وبالتالي الاحكام دي زي ما قلنا، بما انها في قضايا سب وقصف، بما انها في قضايا تشهير، بما انها في قضايا خطف الاعراض، دي جرائم عظيمة عند الله سبحانه وتعالى والرسول ده، فبالتالي القانون لازم يعتبرها جرائم مخلة بالشرف فهتمنعه. فضلا عن كده، الحكم الأخير في جزء مش سب وقصف فقط، هو تعدي على موظف عام، وده بالقطع مخل بالشرف فيمنعه قطعا من الترشح لنادي الزمالك.